ستور. يا رب يا ساتر. يا ابن العز عتريس. بس اللي يبص لفوق يتعب يا معلم. وهو فوق بعقل. يا سيدي كده نعمة. انت هتقف تتأمل؟ طيب اروح انا اجيب بقية البضاعة. انا جاي وراك. عجبك بيتي؟ واقف استنى، واقف استنى. نعم. خد. ايه دول؟ حق النقل. الحساب في الدكان. حساب الدكان حاجة وحسابي أنا حاجة تانية. أنا ما باخدش أكتر من حقي. يو أمال كنت حمق نفسك في الدكان كده ليه؟ عشان ده كان حق الناس اللي ما بفرطش فيها أبدا. ومستعجل كده ليه؟ رايح أشيل بقية البضاعة. يا دي العيبة، فتوة وتشيل على كتافك؟ أمال الفتوة يعمل إيه؟ الفتوة يقعد مطرح زين قعدته، يؤمر وينهي ورجالته تسمع وتقول امين. ده ما يبقاش فتوة، ده يبقى بلطاجي. بالاذن. بالاذن يا ست هاني. بنقول بالاذن. اعمل لك ايه؟ ما مش هنقضي النهار في نقله واحده. حاضر يا معلم. ايه اللي عملته ده؟ مش تفتح ياما؟ غصب عنك يا ست هاني. اصل انا انت ايه؟ انت صحيح عم فضل. الله، برضو المره دي هتسكت لها يا معلم ولا تسد ونرد عليها؟ مفيش داعي يا عتريس، برضو احنا ناس نفهم في الاصول، ولا حبش يتقال علينا بنعتدي على الناس في بيوتها. امرك يا معلم. يلا بينا. استنى انت، روح انت. يكون احسن. واستنى انا ليه؟ ما انا عربجي زي زيهم، ولا احنا على راس الريشه. انت على راسك تاج الفتوانة. هم اللي لبسوهولي. قصدك مين؟ العربجية؟ الشحاتين؟ الحرفيش؟ أهلي وناسي. لا يا سليمان، أنت ما اتخلقتش عشان تعيش في وسط دول، دي حاجة تانية خالص. أنت لازم تعيش في سرايا. سرايا؟ سرايا كبيرة، الخدامين تحت رجليك، والجواري رهن إشارتك، الكل مستني يسمع كلمتك، والكل عايز مشورتك. انت عايزه مني ايه؟ لسه مش فاهم يا سليمان يا نادي. انا فهمي على قدي، انا عربجي. وانا نفسي ابقى فرسه العربجي. جمعا ان شاء الله. الله يا راجل، انا شفت لك رؤيه ليله امبارح. ربنا يجعلها من حدك ومن نصيبك. خير اللهم اجعله خير. علمت يا سيدي ان في ناس طيبين طالبين القرب منك. كفى من اخوات الشيطان يا شيخ محارب. الله، الشيطان ماله؟ امال الحلال يا معلم سليمان. حلال والباب مفتوح قدامك، مستنيك تخطي وتخش. هخش فين بس يا شيخ الحارة؟ وانا حيالله حته عربات. يا راجل ما تنزلش من مقامك كده. لكن انا كده مش مستريحة. ما اقدرش اسيب العز وسراية اهلي عشان اجي اعيش معاك في عربخانة. انا برضو عايش في عربخانة يا بنت الاصول. امال عايش فين يا ابن الحرفيش؟ في البدروم اللي شاف احلى ايام الناجي الكبير، اللي اتولد فيه ابويا وعاش ومات وهو فتوة على الخل كله. ابوك وامك كانوا غاويين فقر. وانا زيد عنهم في ايه؟ انت هتتجوز؟ هتجوزك واسيب البدرون؟ وتعيش معايا هنا. ده الحرفيش تاكل وشي. وانا هتجوزك انت ولا هتجوز الحرفيش؟ انا فتوتهم. وانا بموت في فتوتهم. خلاص يبقى تسمعي كلامي وتعيشي معايا مطرح ما اقولك. ودرتي. فتحية؟ مالها؟ هعيش معاها تحت سقف واحد؟ وفيها ايه؟ ما انت هتبقي حلال والشرع محلل الأربعة. يا مصيبتي، يعني ناوي تتجوز اتنين بعدي؟ انت لا بعدك ولا قبلك يا سنية، انت خلاص اتربعت في قلبي وعششت في نفوخي. لحست مخي وما قايل حزن
لسه فتحيه وانا كنت قليل الاصل. امال هتعيش معاها في السرايا؟ لا طبعا، هي اللي هتيجي تعيش معانا هنا. عايز تكدني يا سليمان؟ عايز تشعل النار في قلبي يا ابن الناجي؟ لا اله الا الله، ما مش معقوله يا فتحيه اروح اعيش معاها في العز والفخفخه وانسى اصلي، انسى ناسي واهلي. عايز تذبحني تحت رجلي يا سليمان؟ لا اطمني يا فتحيه اطمني، ربنا قال وان خفتم الا تعدلوا، وانا مش خايف، انا عارف روحي كويس، انا كل شيء عندي ماشي بالحق وبالعدل. شرفت بيتك يا عروسة. أمال فين فتحية؟ فتحية بقى عايزاها تتوجد ليلة دخلتنا يا سنية، مش حرام عليكي؟ أنت إيه عايزة تقتليها؟ إن جبت الحق أنا عايزة أقتلك أنت. طب أما نشوف بقى مين اللي هيقتلك. عرباجي، انتوا اشتغلتوا في فرصة العرباجي؟ امال فين الاسطبل؟ اسطبل؟ قلت النوم يا عرباجي. تعالي معايا. تعالي. اهي قدامك اهي. سمي وخش برجلك اليمين. حالة ثانية. هو ايه اللي عندي نقلة جوه وعايز احملها. مش عايزين النهارده. هشوف لك نقلة في حتة تانية. ناحية ثانية. اسرح يا عربان. عشان الباب. حرمت من الشباك. يا عيني عليك يا بنت السمري. لكن معلش. تروق وتحلى. عيب كده يا سنية، افتحي. لما يجي مزاجي. وهيجي ازاي مزاجك وانا بره؟ يا سلام، ما تكونش فاكر نفسك عنتر ابن الباب. طب مش فاكر. يا سنية. انا فتوى عليكي وعلى اللي شددولك كمان. ابعد عني وتوحي يا قاسي. دستور دستور يا سيادي، دستور دستور دستور. خد يا جمال العمل ده، تحطه لها في فرشتها، هتبقى في نظر جوزك قردة ويجيلك مشتاق في ليلتها. واحبل يا خالة. الا تحبلي، ده انت هتجيبي بدل العيل دستة. دستور. اسمع منك اللي ما يخيب راجل عبده. بس بقى حكايه الاسياء. رقبتي عشان نسيان. عاوزين ديك احمر بعلامه بيضاء وخروف اسود بليان دلفيله وجوست فراخ بداره عزاره، ما مستهمش ديك لا في عشه ولا في حاره. كل طلبات لي سياد مجابه، بس سليمان يرجع لي واخلص من بنت السمري. دستور دستور يا سيادي، دستور. شايف يا سليمان؟ شايف بيعملوا فيا ايه؟ بيشبشبوني، بيسحروني،
عايزين يخربوا بيتي. هما مين اللي بيعملوا فيكي كده؟ شوف انت بقى بحدقتك، افهمها بمفهوميتك. مين لهم مصلحه معمرش معاك؟ مين لهم مصلحه ونفسه تنشق الارض وتبلعني؟ قصدك فتحيه مراتك مفيش غيرها. فتحيه مراتك اللي كل شق في كعب رجلها قد شق التعبان. اخرس يا قطع لسانك، ده انا اشيلك وانجرتك يا عتيقه. انا العتيقه ولا انت القديمه؟ انت بتطولي لسانك عليا يا ام 44 انت؟ ودين النبي ما كنت ضربك الا بالشبش كده. طب والله لا انا مورياكي. تعالي لو انا يا معلم. عيب كده يا فتحية. يا جماعة عيب كده عيب، ده أنا الفتوة يا ولاد الكلب. فتوة؟ فتوة لما تقدر تحكم بيتك، لما تبقى تحميني من الأسافل اللي أنت عايشتني معاهم، ودين النبي لا كنت هعملك البيت وماشية، وإن كنت عايزني يا فتوة بسيب الاسطبل اللي انت عايش فيه وتعالى لي سراية ابويا. اهلا يا معلم. فين سنية؟ في اوضتها. لا يا مؤاخذة، راح فين يا معلم؟ انت بتمنعني عن مراتي يا مصطفى؟ ما هو يا معلم سليمان ما تاخذنيش بقى، انا اختي مش واخده على البهدله، واللي حصل من جماعتك التانيين ده شغل ناس اوباش بتوع حوالي. مصطفى السمري، انت بتكلم واحد متربي في الحاره وعاش فيها وحيموت فيها. انا ما ضربتش اختك على ايدي عشان تتجوزني. مش قصدي، انت نسبك يشرف وكل حاجه يا معلم، لكن احنا ناس واخدين على تربيه السرايات ولينا معامله جنس تاني. وإذا كان أول النسب كده، أمال آخرته تبقى إيه؟ أنت نسبك ما يهمنيش، أنا اللي يهمني مراتي، وإن كان رأيها من رأيك يبقى خلاص ما عنديش مانع، نخلص من بعض وكل واحد يروح لحاله. وأنا على لسان أختي أقدر أقول لك أنا ليا لسان أتكلم بيه يا مصطفى، وأنا ما طلبتش منك تعمل لي أفوكاتو. سيبنا لوحدينا شوية. وراس عاشور الناجي، لو واحدة غيرك عملت عملتك دي وسابت البيت من غير رضايا لكنت دفنتها تحت التراب. ما انا عارفة انك بتحبني. طب لو حبيبك عسل ما تلحسوش كله. مالكش دعوة بالعسل، خليك انت قاعد مع المشة بودودو. ارجعي بيتك يا سنية. انا قاعدة هنا في بيتي. بيتك مطرح ما يكون جوزك يا سنية. بيتي مطرح مرتاح يا روح سنين كده اهو. طب روحي وقفي. لا ما تنطقهاش، اوعى تقولها. وحياة ابنك اللي في بطني. بتقولي ايه؟ انتي هجيب لك فتوة نونو. يا لطف الله، واقفة معايا وبتتكلمي وبتروحي وبتيجي. امال هعمل ايه؟ تروحي ترتاحي في سريرك. مطرح ما يريحك ويعجبك. وانت؟ انا لو اقدر اسيب بيتي اقدر اسيب ابني. طيب على شرط. قول يا سيدي. ما دمت حابه ام اولادك ما حبش تبقى لي دور. قصدك تطلق فتحي.